مهدب الريش، والشكر موصول ايضا لكل الضيوف الاعزاء، وموصول ايضا لكل الاخوه والاخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورت، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الافريقي الكبير، الا وهو وصول الجزائر الى نصف نهائي كاس امم افريقيا في مواجهه نسور نيجيريا، المحاربون امام النسور من اجل ورقه الترجح لمواجهه السنغال للاسف في المباراه النهائيه يوم الجمعه المقبل هنا على نفس الملعب في القاهره. طبعا وجوه مبتسمه وليست مقبوضه تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو هكذا بهذه الابتسامه، اكيد تتفائل خيرا في هذه المباراه. الاكيد اننا سنلعب مباراه كبيره اليوم امام منتخب نيجيريا العملاق الافريقي والعملاق العالمي المشارك في نهائيات كاس العالم الاخيره في روسيا، في حضور جزائري رائع وبارع وفي حضور كذلك مصري رائع في مدرجات استاد القاهره في هذه الاجواء الكبيره جدا. اي نعم ليس هو نفس حضور مباريات مصر ولكن هو حضور محترم باجسادهم وبعقولهم وبقلوبهم مثل ما هو حضور مصري في كل بيت مصريه، طبعا بكل هذا الوفاء وهذا الحب وهذا التقدير للمنتخب الجزائري الذي لقي كما سبق وان قلنا تعاطفا كبيرا غير مسبوق بالنظر لما فعله لحد الان. هذه الخطوات الاولى وهذه الاعلام الجزائريه ترفرف هذه ورامي بن سبعيني في القائمة الثانية موجود أمامك المدافع الأوسط كونغ ديورا يطلبها سفيان، الكرة البعيدة راح بونجاح، كرة خطيرة أدخل بونجاح، راح بونجاح يواصل بونجاح، دخلت نيجيريا في الخلف تلعب في الأمام لصالح المنتخب النيجيري وجمال بالعملي يخرج هذه الكرة والحكم يقول لمسة يد لصالح المنتخب الجزائري على اللاعب صامويل الآن موسى واسماعيل يتفوق مع حارس الرئيس وابن بلحي من هنالك مع مهدي زفان يمر بلايلي يدخل بلايلي بابا بابا جول يا 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 يوسف لم تكن متسللا ابدا 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 لم تكن علي سفيان سفيان وتوزيع ارضيه والدفاع يخرجها مرة ثانية يوسف بلايلي يفتح اللعب الكرة بعيدة من عدلان ليوسف والتغطية ورياض ورياض التوزيع اي 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 وجول ويوسف ما زال الكرة البعيدة حذر يا جمال حذر يا جمال ورايس يلقى الحق عنده الكرة طلبها سفيان ولولو كادت توصل هذه الكرة في التجسر تسديد تصدى الدفاع خطا كل حكم المباراة لإيجالو ولصالح عناصر المنتخب النيجيري قلنا لا نحتج يا جمال الكرة الثابتة حذري 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 بعيدة بعيدة راحت راحت سلامات راحت سلامات حارس رئيس وهاب مبلحي 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 باليسرى يرسل يبحث عن بغداد كرة في اتجاه يوسف راقب كورته انطلق يوسف وفي خطأ وينك يا بغداد اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى خطيرة جول بابا 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 با. آه يا رامي آه حطها لك بالمليمتر يا رامي بالمليمتر حط لك الكرة هنا في القائمة الثانية ارتقى حذر يا رامي خلفك موجود اوازيام الكرة خطيرة لمر رجع للخلف الكرة المرفوعة في القائمة الثانية حذري والكرة بعيدة بالراس راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث يوسف راع يوسف راع يوسف راع يوسف با 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 رائعة يوسف وبغداد يا سلام على الثنائية صعب لأحمد موسى لازم له مساعدة أحمد موسى وبين أحضر يا يا لبغداد والكرة راحت مباشرة إيتيبو يوصل إيتيبو 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 مع سفيان وجمال الدفاع كرة بعيدة يوسف بلايلي رجعت للحارس أكبيوي يرسلها بان دخل زفان مازال معلش معلش يا زفان معلش الكرة بعيدة تماما راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة حتى أنت دخلت في المباراة يا مهدي طبعا صعب جدا تعوض هاي كرة جول هاي كرة جول يا رياض يا رياض رياض بغداد بنجاح با 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 جول يا بغداد يا بغداد ماذا ضيعت يا 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 فرصة ثمينة لبغداد لبنجاح فرصة ثمينة للجزائر صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير